أنا كنطلب من الفنانات كاملين يجيو يساعدوا، واخا بشي حاجة صغيرة. الدراري راه كيفرحوا بزاف وكنخفوا عليهم شوية الألم ديالهم. واخا شي حاجة صغيرة، تشوف القشاواج اللي تقدر تعطي، واخا تعطيهم غير ضحكة ولا دير ليهم هكا، إلا ما عندكش فلوس تعنقهم. جيو السبيطار وساعدوا كل شيء. شوف هاد البراءة ما شاء الله، وهاد الزين، هاد غزال، كل واحد يقدر يجي يزورو وغادي يفرحوه. ياك تفرحتي عندك الكورة ديالك في الدو. ها نتسهلو تا هو الله يشافيك. فوت خلت بغيتكم زعما تقولوا لنا الله يشافي جميع الولاد الهولنديه. بالهولنديه بالاصافي ماما صافي بالهولنديه كنقولوا ايفنتشي لي هيل فور جيزونتهايت تو ان هيل فور ستاركتا. الله يشافي. امين حبيبي. بسم الله. دابا غادي نشوفوا. ما باقينا دير فاشي صغار. ها هي اللي بغا دير برنسيس هذه. في الزياره كانت معكم نبيله مرحبا. وجات فرحت الوليدات. كيف جاتكم الزياره ديالها؟ ان شاء الله العظيم زعما بصراحه كاي ام بالنسبه لي انا ولدي نعزنا في السبيطار وداكشي غير شناها يعني بحال معانا، يعني بحال كتسدنينا، بحال كتقوينا، بحال يعني بحال ها هي كزيارتها. والله العظيم زعما اش كتبغي تقولي لفنانين اخرين زعما من غير يحاولوا يطلعوا على اي ام، غير ام تشوف مثلا ولدها مريض وتشوف شي واحد جا والله يعني العظيم تا المساندات ديالهم محتاجين لها الحضور. لا ما يعطيو ام الحضور سبونسر ثاني شويه اللي كانوا حنا في خواطر زعما تفاجات هادو هادو غنعطيهم لولدي هادي حب ذكريات حنا تهضروا في خطوات الكلمات كنقولوا ما فهمنا حتى الطبيعي عندي بنيات بحال غادي نديهم لي نفرح عليهم دفعة معنوية للوليدات والوالدين. الله يشافيهم ان شاء الله. انا فرحانه اللي جيت اليوم زياره السبيطار. الاطفال كانوا فرحانين بزاف ووالديهم توما كانوا فرحانين بزاف، واليوم الجمعه وكل واحد خاص يدير شي حاجه للناس باش يساعدوا واخا تكون شي حاجه صغيره. الناس في السبيطار استقبلونا مزيان بزاف. الله يحفظ الناس كاملين اللي كيساعدوا هاد الاطفال اللي مراضين، وكنتمنى الناس كاملين